ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده شاركوا فيديو جديد عن تغيير الجنزير. الجنزير كان اثر من وقع والعقلة ايه اتلغت ليه؟ عشان كان الجنزير طويل وعاوز يتأثر، ف نتيجة ان هو معرفناش كان طويل جدا، فبدأ يقع ويلف على الفردة، واحنا من ايه وانت ماشي، فحصل فين هو اتلوى بالطريقة دي، في عقلة اتلوت ايه. عملنا ايه؟ رحت جاي شايل العقلة. انا جبت الاول جنزير جديد اهو، جنزير كتير. اهو لقيته انضف من الايه، انضف من الجديد. شوف سمكة العقلة هنا قد ايه وسمكة العقلة هنا قد ايه. القديم انضف من الجديد. خد اعمل معاه محاولة كده، يمكن ايه فشلنا العقلة اللي هي الملوية ديت اللي هي بتوقع باستمرار. طبعا بننفض العقلة ديت ازاي؟ تم جايب صامولة. ايه في الباب ده؟ تقوم جايب صامولة، اي حاجة مفرومة يعني وليكن زي دي كده، نحط على الايه العقلة وبالشنبوك. فين الشنبق؟ فين الشنبق؟ اهو عندكم مثلا الهام فضي، وهحطها كده اهو، او بالشنبق اهو، محطة كده اهو، وابدأ بالشكوش ايه وتدق عليها لحد ما ايه ينفض لك الاكس اللي فيه، اللي هو الاكس ده اهو. ف رحت جايب قفل اهو، وهنبدأ نجمع الاتنين مع ايه مع بعض. طبعا القفل اهو، طبعا القفل اهو، افتح القفل كده اهو، اهو زي ما انت شايف كده، لازم تفتح من هنا كده، ترد لورا. تفتح وتزق لورا، خلاص كده القفل فتح معاك. وقفل خريبان برضه، فالقديم ما بيجيش زيه اهو. نروح من الغطا ده كده اهو، ونبدأ مركبين ده كده اهو، نجمع دي مع دي كده اهو، ودي نفس الكلام، هتجمعها بالمقلوبة اهي. جمعناهم احنا الاثنين، ونبدأ نحط الغطا دهوت عليه كده اهو اهو، ونبدأ نحط الايه القفل. في حاجة بقى، ما تيجي تحط القفل، لما نيجي نحط القفل لازم نخلي ديت في اتجاه قدام. ليه؟ علشان خاطر وهي من وهو الجنزير بيلف كده، ممكن بيحف في اي حاجه من اللي فوق، بيحف في اي حاجه اثناء الشد، فبيحف في اي حاجه. لو هو كده ممكن تطص ديت في الحفه كده، تقوم مفكه وطالعه، فتخليها تمل في اتجاه قدام عشان خاطر الايه الترس ده بيجر كده فبيلف كده، فالجنزير بيتحرك كده، فيبقى اليمة دي من يمة التثبيت، تقوم تزق وتساعد على انها تنها ثابتة في مكانها. لما بتحرك ويجي كده اهو، تمل ايه دي هتنها قدام، بحيث انها لو لطشت في اي حاجة عمرها ما ايه عمرها ما تفك. هنخلي اتجاهها الجنزير اهو كده، انا هخلي اتجاهها لقدام كده اهو. نبدأ نسقطها من النص من الحتة الواسعة ديت، ندخل دي كده اهو، بنفك او اي حاجه تنزل اي سنه اهو، بس هيفه كده لحد ما تتك مكانها. اتاكد ان هي بتت مكانها مظبوط اهي، وبرضه عشان النفه خلصنا عليها في الفتح من ايه، عامل حطها كده اهو اهو، بحيث يبقى هي مقفوله من هنا، مفيش اي فرق ما بينها.
تبقى من هنا او من هنا كده، ما تتحركش. بس نبدأ بقى نجمع الجماعة اهو، اتصل قدامي نجمع الفرد بقى، نجمعه ونشوف الشدة ازاي، ونشوف بعد ايه ارجع لكم بعد كده. وزي ما انتم شايفين كده احنا دلوقتي ركبت الجنزير وشديته اهو، منور كده منور، يعكس ناحية الدور اللي عكس الدور ناحية التانية. ناحية التانية دور ناحية التانية اهو، ندور كده دور دي. حلينا مشكلة الجنزير طبعا، الشدادات هنا لازم تبقى كلها زي بعضها، لازم على المقاس بتاع الشدادات هنا يكون كله زي بعضه، المقاس بتاع الشداد يكون ناحيتين شبه بعض، اليمين شبه الناحيتين عشان ما تبقاش الفردة مراكلة. ما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، اشتركوا معنا في القناة عشان يوصل لك كل جديد. يلا سلام.